يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلادنا أصنام تعبد من دون الله وأريد أن أهدمها ليلا ولا يراني أحد. لا ما يجوز، ما يهدمها إلا ولي الأمر، لكن أنت انهى عنها وبين للناس وبلغ عنها ولي الأمر إذا كان في ولي أمر يزيلها، أما إزالة هذه الأمور هذه لولي الأمر. لو هدمتها بالليل قتلوك في النهار وبنوها أحسن مما كان، لكن لو أن السلطان هدمها ما استطاعوا يعارضون ويعيدونها. نعم.